السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم وميت مرحبا، ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بألف خير وصيامكم مقبول إن شاء الله. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، واليوم إحنا عدنا عبارة الشط على مودك لأنه كثير من الإخوان الأعزاء يحبون نعزفها. وقبل ما أبدأ، هناك الدورات الموسيقية لتعلم العود واللي هي 8 محاضرات شهريا، موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب وأمامكم أيضا، وهذا الواتساب تقدر تستفسر من خلال اشتراك 8 محاضرات شهريا بسعر بسيط أونلاين. طبعا أنا كثير من الإخوان أركز عليهم وأقول لهم يابا أونلاين، اكو بعض ما يعرفون شنو اونلاين. اونلاين يعني مباشرة انا وانت مكالمة فيديو ونبدي ندرس، وتقدرون من خلال رقم الواتساب الموجود اسفل الفيديو. اذا هسه احنا راح نبدي ب نبدي أول ما تضرب هنا، وهذا عندك هو الصول، يبدأ عندك صال 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 فا فا صال سي فا 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 مي فا صال 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 فا فا صال سي فا 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 مي فا صال 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 فا فا مي تسر عندك سي دو ري 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 دو ري مي ري دو ري دو سي دو سي لا. هنا راح يصير عندك بدال طبيعي يصير عندك لا بيمون، فيصير عندك سي دو ري 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 دو ري مي ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا بيات لا سي دو 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 بالجزء الثاني من الكوبليه الثاني من الغناء في هذه الأغنية الجميلة واللي هي ارتبطت بالفنان الكبير كاظم الساهر، واللي هي أخذت حيز في وقتها وفي فترتها. أتمنى أنه قد استفادته، تقدرون تبطئون الفيديو حتى تقدرون تستفادون من خلال النوطة واللفظ وتقطعوه، وانتظركم الدورات الموسيقية
وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.